طيب، هذا يقول: ماذا يفعل الشخص إذا شك أنه على غير وضوء ولكنه لا يذكر إذا انتقض وضوءه ودخل المسجد للصلاة، هل يخرج يتوضأ أم لا؟ الإنسان إذا شك يبني على اليقين، إذا شك يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الذي تستطيع أن تحلف عليه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أعطيكم مثالا، الآن الذي على يقين منكم أنه صلى المغرب بوضوء يرفع يده، أنه توضأ المغرب يقينا يرفع يده. طيب الآن رفعتم أيديكم الآن، إذن هذا يقين، الآن يقين احلف أنك صليت على وضوء. ها؟ طيب شوف، يستطيع أن يقسم عليه، يستطيع أن، إذن هذا يقين لأنه يمكنه أن يقسم عليه، إذن هذا يقين أنه صلى على وضوء. فإذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، هذا الشك الآن. إذن الوضوء يقين وانتقاضه شك، الوضوء يقين وانتقاضه شك. فإذا شك الإنسان قال: والله ما أدري هل انتقض وضوئي أو لا، نقول: ما هو أيهما تسأل تقسم عليه؟ قال: أقسم بالله أني توضيت للمغرب. طيب أقسم بالله أنك انتقض وضوءك؟ قال: لا يمكن، أنا قاعد أقول شاك. إذن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ بقاء الوضوء. وليس اليقين كما يظن البعض، يقول اقطع الشك باليقين وروح توضأ، هذا ليس قطع، هذا من فتح باب الوسواس. هذا ليس قطع الشك باليقين، وإنما هذا فتح لباب الوسواس ولا يجوز، بل يصلي بهذا الوضوء، هذا الأمر. إلا إذا كان من سنته وهديه أنه يتوضأ لكل صلاة، هذا شيء آخر. اعكس المسألة، إنسان يقينا توضأ لصلاة المغرب ويقينا دخل الحمام وقضى حاجته، لكن شك بعد أن خرجت من الحمام هل توضأت أو لم أتوضأ، نقول له: ما الذي تستطيع أن تقسم عليه؟ قال: أقسم بالله أني دخلت الحمام وقضيت حاجتي. إذن نقض الوضوء إيش؟ يقين. نقول: هل توضأت؟ قال: أظن. إذن الوضوء صار إيش؟ شكا. يبني على اليقين، وهو ماذا؟ عدم الوضوء، فيذهب ويتوضأ. هذا معنى قول أهل العلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الشك لا يزيل اليقين، وأن اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب،